ورجعنا لحضراتكم مع المقرمشات الحلوة النهاردة في الفراخ ومع الرز ومع كل سلو. تعالوا نبتدي ونشوف هنسلق الفراخ اللي هنعملها النهاردة زي بتاعة اللي الأطفال بيحبوها. واخدين بالكم أني واحدة بس كده؟ أنا عارفة أن أنتوا عرفتوا. طبعا أنا مستنية تليفوناتكم ضروري جدا. هنيجي هنا في المية زي ما تيتو قاطع معانا دلوقتي، وهننزل بالبوكيه جارنيه اللي بنحطه دايما كل مرة أهو، اللي هو بصل وتوم وكرفس وجزر وكرات وورق لورا. وهاخد من عند الجيران الطيبين اللي هنا شوية من الحبهان الباودر. تعالي نحطهم هنا كده أهو بالشكل ده مع شوية الملح أهو وشوية من الفلفل الأسود والبساط. ما بتكتريش علشان خاطر اللي يحصل إيه الشوربة ما تسودش منك وتعرفي تستخدميها في أطباق تانية. هنيجي هنا ونقوم واخدين الفراخ اهي الدبابيس شايفاها، مستنيه تليفوناتكم ضروري جدا. وهنقول دلوقتي هنعمل ايه لعيد الام. بصوا بقى ادي الفراخ هتنزلي بيها هنا كده اهو في قلب الفرخه، انا بقطعها على 8 وهننزل بيها في قلب المرقه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو مع البوكيه جارنيه. وهسلقها نص سلقه. ليه نص سلقه؟ لانها هتكمل الباقي في القلي بتاع الزيت. هتقولوا لي طب احنا مش هتنفع انها تتقلي زي بتاعه المحلات من اولها في الزيت؟ لا، هيبقى فيها دم، او لازم تقليها على نار واطيه قوي بزياده، يعني عارفه تزهقي. فانا مش عايزه ازهقك انك تعدي بالمراحل دي فتقومي عاملاها هنا في الزيت على طول. هتعملي ايه بقى في تتبيلها؟ هاتي لي بقى عندك في البيت كالاتي. تعالى يا تيتو معانا. هنحط البصل البودره والثوم البودره مع المحمصات اللي احنا بنجيبها اهي قصاد حضراتكم. دي بتبقى عباره عن ذره مجروشه بتتباع بالكيلو في قلب المحلات الهايبر ماركتس. هنحط لها دقيق، والدقيق ده هنتبله بنشا مع بصل بودره مع ثوم بودره مع ملح مع فلفل مع بابريكا مع شويه من الشطه لو انا عايزاها سبايسي. النشا هيخليها كريسبي. تعالي نشوف هنعمل ايه. وطبعا هنستخدم البيض وهنستخدم اللبن. طب عبال ما الفراخ هنا تتسلق نص سلقه، تعالي نعمل سلطه الكول سلو. سلطه الكول سلو دي كلنا بنعشقها، هقول لكم على سرها ولاول مره يعني حصري على قناه النهار هقول لكم السر بتاعها ايه. السر بتاعها الكريمه اللباني، لا زبادي ولا مايونيز. تعالي نشوف هنعملها ازاي، هقول لك على كل اسرارها وتعمليها زي بتاعه المحلات. نجاحها انها لازم تبات في قلب التلاجه. هتحطي كروم بالشكل ده كده، وتعالي نفرم الكروم ده اهو. فرمه ايه؟ زي اللي بتشوفيها على طول في قلب المحلات اللي بتبقى في العلب الصغيره. هتبصي تلاقيها بتبقى صوصي كده ولازم تترج. صوصي دي جايه من ايه؟ جايه من الكريمه اللباني. محدش بيقول السر، بس انا بحب اعلمكم كل حاجه على اصولها، ما بحبش ابخل عليكم عشان انتوا حبايب قلبي. مستنيه تليفوناتكم ضروري جدا اهو. كسرت بالشكل ده، هاجي هنا واجيب بوله اهو، واقوم حاطه الكرنب اللي انا جرشته ده هنا اهو. هتلاقيها زي بتاعه المحلات بالظبط، وتبعتوا لي وتقولوا لي طلعت زي بتاعه المحل ولا لا، وبرهان. خلاص. فيها سر كمان مهم جدا هقوله لكم برده. يبقى احنا نزلنا اهو بالكرنب، تعالي هنطحن بقيته بالشكل ده كده. بسم الله. خلاص كسرنا. تعالي نجيب الجزر. المقادير هتنزل لكم على الشاشه حالا اهو. كسرت كده، هقوم جايبه الجزر وهنجيب سكينه من هنا كده. وتعالي نشوف هنعمل ايه. لا ده منشار. ادي السكينه. انزلي بالجزر كده، والمقادير مع حضراتكم على الشاشه. ادي الجزر اهو بالشكل ده، وهحطه وهكسره على طول اهو، ما فيهوش سهوله وصعوبه اقصد. هنشيل ده كده، وهقوم جايه. الغطا كان هنا، راح فين؟
انا وديته يمكن هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بس يا ليسي، كنت اهو بصوا انا حاطاه فين. طيب وهنقوم مكسرين الجزر بالشكل ده. اهم حاجه في الجزر ان ما يكونش فيه فتافيت كبيره. تعالي بصي كسري تاني. شايفين التكسيره دي؟ لا لسه كمان هنديها خطايه كمان اهو. هنيجي هنا ونقوم واخدين كل القصه دي ونازلين على الكرنب. هحكي لكم بقى كل سلو طول النهار تعملوا في كل سلو. استاذه ناديه واهل اسكندريه صباح الفل. صباح الجمال والسعاده واحلى ابتسامه. ده الابتسامه دي حلوه علشان انا بشوفكم، ما انتوا قدامي اهو. الله يخليك. لا انت طول عمرك كده ابو ضحكه جنان القمر. الله يخليك يا حبيبه قلبي تعيشي. انا من يوم ما شفتك وعرفتك وانت ضحكتك على طول جميله ما شاء الله. تعيشيلي تعيشيلي يا حبيبه قلبي، انتوا القمرات. يعني احلى حاجه انك تلاقيني ولا تغديني، دي جميله منك. حبيبتي صباح عسل. الله يخليك. أمريني يا استاذه ناديه. كل سنه وانت طيبه وكل امهات مصر طيبين. الله يخليكي الله يخليكي. بقول لحضرتك ايه، اللي عايز عليكي ظالم ابدا، اللي عايز يجي يطبخ معايا يوم عيد الام يبعت لنا على القناه او على صفحه قناه النهار او على الفيسبوك، وعلشان هتيجوا يوم عيد الام معايا. كان بودي والله، بس لظروف صحيه لا يمكن اقدر اسافر في اي حته. مليون سلام عليكي، شفاك الله وعافاك من كل مكروه وسوء. والله اتعزمت في كذا قناه بس ما اقدرش والله. ايوه حبيبتي. الحمد لله على نعمه ربنا. الله يخليكي. وكل حاجه بيجيبها ربنا حلوه. الله يخليكي الحمد لله. ايه الحلاوه النهارده بقى اللي انت عاملاها بقى؟ بصي بقى النهارده احنا عاملين الفراخ المقرمشه اللي بناكلها. أيوة. وانت عارفه منين وبدون ذكر اسماء ماركات. وانا عارفه انا وكل كاكاتك وحركاتك الجميله. حبيبتي بصي بقى كل سلو انا عارفه انك بتحبيها. اديك طيب بصي بقى اي حاجه بتعمليها بحبها. سرها يا استاذه سرها يا استاذه ناديه في الكريمه اللباني. وهنحط أيوة. شعراية بسيطة من العسل، مش كل العسل ده، شعراية أيوة. بسيطة. والبصل هوريكم قد ايه. شايفين الكم ده قد ايه اللي احنا حاطينه؟ ايوه. تعالي بقى معايا بصي، شايفة دي معلقة؟ أيوة. البصل دي اهي على الكم ده كله. بصي اصل انا بعيد عن التلفزيون عشان بيعمل صدى صوت. طيب ماشي، واخدة بال حضرتك؟ بس انا عايز اطلب منك بقى طلب قبل رمضان كده. اتفضلي. تروقينا في حلقاتك. حاضر عيني. تعملي مثلا حلقة للرز، يعني انواع رز. حاضر. تجهيزات رمضان. انواع مكرونة، بهارات، عيني، صلصات كده. حاضر. انت منظمة من زمان. عيني عيني. حاضر عيني يا فندم. الله يخليك. تأمري. يعني انت بقى كده قبل رمضان كده تمتعينا. الله يخليك. يبقى الواحد عارف هنعمل ده ونعمل ده، وربنا يا رب يديك الصحة. وحضرتك يا حبيبتي تعيشي. يجي علينا رمضان بخير يا رب يا الله يخليك. اللهم بلغنا رمضان. اللهم امين. اللهم امين نحن واياكم. الله يخليكي. شكرا يا فندم ليكي. تعيشي. وتحياتي لكل الكاست. الله يخليكي يا استاذه ناديه. تعيشي يا فندم. واداره القناه، قناه النهار الجميله اللي استمتعنا بكل برامجها. تعيشي يا فندم. شكرا ليكي ولاتصالك وانك بتنوريني في البرنامج. شكرا يا فندم جزيلا. طيب تعالوا بقى نشوف هنكمل ازاي. يبقى احنا حطينا، هنحط معلقه البصل الصغيره خالص دي اهي على الكم ده كله. بصوا قد ايه اهي. مش هنحط كل البصل اللي الليسي جايبه لنا، بس هو حاطط لي بصل كتير وحاطط لي كل حاجه كتير اهي. تسلم لي. طيب هننزل بالبصلايه دي اللي هي بتديكي الطعم بتاع كل سلو بتاع المحلات اللي من بعيد. عارفين بقى اللي بيحط مايونيز تبص تلاقي كل سلو كده مزيته ومش هي زي اللي بناكلها الحلوه الغاليه دي. الغاليه فهي علشان غاليه بعلمها للغاليين. بصوا بقى هنيجي دلوقتي وناخد بصي معلقه عسل قد ايه اهي. ده العيار بتاعك معايا تيتو اهي. هتنزلي بمعلقه العسل دي هنا. هو الجزر كمان مسكر فاحنا ما بنكترش عسل. ليه يقول لك بقى احطه زبادي؟ لا ده احطه مايونيز. لا لو عمالين نفتكس افتكاسات كده، هي اظبط حاجه
الكريمه. بصي بقى حبيبتي اهي، وبتقلبي حتى شكلها نفسه هتلاقيه زي بتاع المحلات. واهم حاجه في نجاحها لازم تبيت، كل ما هتبيتيها في الثلاجه كل ما هتديكي نتيجه زيها زي المحلات بالظبط. واهم حاجه كمان ما بتاخدش ملح ولا فلفل اسود. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا توصلت للقصه دي بعد ما جربت ديشيليون مره مقادير من اليمين ومن الشمال، وبخش على الحاجات الاجنبي بتاعت بره وببعت لهم بره وبراسلهم، لحد لما انا لساني جاب الطعم وقلت لازم اعلمه لكم. يبقى حطينا جزر مع كرنب مع العسل الابيض مع معلقه البصل الصغيره ومع الكريمه اللباني. كريمه طبيعتها مسكره، طعمها بيبقى مسكر. بصي اهو بالشكل ده، هروح احطها في قلب التلاجة تسقع اهو. يبقى انا كده خلصت كل الكم ده مع بعض. بالنسبة بقى لعيد الام، اي حد ليه قصة كفاح حلوة يكلمنا ويبعت لنا، علشان يوم عيد الام ان شاء الله يطلعوا معايا في قلب البرنامج، وهيبقى فيه ان شاء الله جوائز حلوة جدا. فيعني يا ريت تكونوا موجودين معايا. هاخد الكلام ده كده اهو بعد ما قلبته بالشكل ده، وهروح اوديه في قلب التلاجة واسيبه يسقع. تعالوا بينا نحطه في التلاجة ونروح نبص على الفراخ ونشوف اخبارها ايه. اهي تعالوا نبص كده على الفراخ. الفراخ لسه شوية عليها، هعلي عليها النار بزيادة واسيبها تغلي. طيب انا عايزة كمان اقول لحضراتكم سر نجاح الرز، وهعمل لكم الصوص الاحمر اللي بيتحط في العلب البلاستيك اللي هي اللي غطاها كده دي، عارفينها طبعا. هقول لكم على طريقتها بتتعمل ازاي. بتحطي باربيكيو صوص مع سويت شيلي مع كاتشب اهو. تاني معايا تيتو، مهم قوي نوريها للسادة المشاهدين. باربيكيو صوص مع سويت شيلي اللي هو الفلفل الحلو مع الكاتشب، وهنشوف هنعمله ازاي. هاجي هنا ابص على الفراخ تاني، عايزه اقلبها اهي. تليفوناتكم مهمه جدا واشتراكاتكم لعيد الام، انا هكون فرحانه جدا اما تكونوا معايا. بس عايزه قصص كفاح فعلا، يكون حد ولو مامتك عامله حاجه كبرتك وكبرت اخواتك وتعبت معاك، ممكن لو هي مش قادره تيجي انت تيجي وتعمل لها شكر برضو على الهوا، بس تكون مامتك كافحت معاك وفعلا تعبت معاك. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه دلوقتي. بالنسبه بقى للرز، بتجيبي الفراخ تقطعيها مكعبات بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده، وبنستخدم لها البصل البودره. ده ايه؟ ده البصل البودره. لا ده التوم، البصل بيبقى فاتح والتوم هو اللي بيبقى غامق شويه. اهو تعالي نشوف بقى هنعملها ازاي. هنرفع الحله بتاعتنا على النار، وانا بعمله بالزيت. تعالي نشوف هنعمله ازاي، بتاع المحلات اللي كل الاطفال بيعشقوه اهو. هاجي هنا وهقول لكم برضو على سر من اسراره المهمه جدا، اللي بيطعم الفراخ دي، اللي بيطعم الفراخ دي كالاتي. اولا لازم يتحط لها مرق دجاج فيها وهي بتتشوح عشان يطلع الطعم زي الجاهز. فانا بقول لك على كل حاجه بتتعمل. يبقى انا هاجي دلوقتي احط الزيت وهقوم نازله بالفراخ بالشكل ده. والفراخ انا هنا مش متبلها لسه، تعالي نتبلها مع بعض واقول لك ايه الحاجات اللي بتتحط عشان تخلي طعمها حلو اهو، ويخلي لك لون الرز نفس اللون الجاهز. تليفوناتكو مهمة، هي من الأرقام هي على الشاشة، اللي ليه أي سؤال أو استفسار أنا تحت أمره. واللي عايز يشترك لوالدته يكلمنا برضو دلوقتي على التليفون، لأن إن شاء الله في جوائز حلوة جدا. هنيجي هنا ونقوم جايين ومتبلين بقى الفراخ دي. هتبلها بإيه؟ بشوية من الملح، وما بكترش ملح لأن مرق الدجاج بيكون فيه ملح. هنحط شويه من الفلفل بالشكل ده، وهنزل كمان بشويه من البابريكا اهو. والمقادير مع حضراتكم على الشاشه، وادي مرق الدجاج بالشكل ده
وبنقلب. شايفين درجة اللون اهي. اهل السويس يا استاذة ياسمين، صباح الفل والهنا. صباح الفل والهنا. ازيك يا حبيبة قلبي؟ ازيك، انا اول مرة اكلم حضرتك والله. يا رب وما يجعلهاش ابدا اخر مرة، دايما اسمع صوتك. قولي، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا ياسمينة. حضرتك والله حضرتك انا مش عارفه اقول لحضرتك بصراحه. الله يخليك يا حبيبتي، تعيشي. عايزه اطلع تحيه وشكر لست والدتي. ماشي، وطي التلفزيون لان احنا سامعين صدى جامد جدا، فاستاذنك وطي التلفزيون خالص. حاضر. عايزه بس اطلع تحيه لست والدتي، تعبت معانا بصراحه. ايوه، ويعني وشقيت معانا بصراحه. ورب عيالي، انا ارمله ورب عيالي يعني زربية اللي هي. ايوه، ورغم كده ان انا ما يعني ما اتجوزتش، ورغم كده ان انا عايشه معاها وهي انا نفسي. يعني هي ازاي هي ربت ولادك وانت ما اتجوزتيش؟ انا ما اتجوزتش، انا قاعده معاها بس انا بتمنى يعني عيالي بيدلعوا شويه. ازاي ما اتجوزتيش ازاي ما اتجوزتيش وقاعده مع عيالك؟ انا مش يعني ما وضحي لي، انت بتقولي انا ما اتجوزتش. ايوه انا ما اتجوزتش، بس انا قاعده مع والدتي في نفس البيت وعيالي قاعده معايا. عيالك ازاي وانت ما اتجوزتيش؟ جبتي ولادك ازاي؟ ما انا بقول لك انا ارمله. ارمله حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، معلش اتفضلي. عايز بس اطلع تحيه لها كبيره. وتحيه كبيره شكرا لست والدتي، امي عظيمه جدا جدا جدا. أيوة. وانا بصراحه من غيرها ما كنتش عارفه اعمل ايه بصراحه حبيبتي، وهي تعبت معايا بصراحه والله، وقفت معايا بصراحه كتير. الله بصي يا ياسمين، من فضلك سيبي رقمك حبيبتي على شاشه على الكنترول جوه، علشان لو تشتركي معانا وتيجي تعملي لها الشكر ده على الهوا. ايه رايك؟ الو استاذه ياسمين حبيبتي، طب يا ريت تعاودي وتتصلي بينا مره تانية. حطينا هنا البابريكا وحطينا مرق الدجاج وحطينا الملح والفلفل، هحط معلقه من الكاتشب اهو، معلقه من الكاتشب. حلو الكلام ده، ده كلام جميل جدا. وهنكون محضرين جنبنا الميه المغليه. هاجي هنا واقوم نازله بالرز اهو بالشكل ده، وهبتدي اقلب الرز مع الفراخ. يبقى احنا عملنا ايه؟ حطينا زيت، نزلنا بالفراخ، تبلناها بملح وفلفل، وحطينا شويه من البابريكا، وحطينا مرق دجاج، وبعد كده حطينا معلقه من الكاتشب، وهنقلب. شايفه درجه اللون طالعه زي اللون اللي احنا بنشوفه، بس هي دلوقتي ممكن تبقى محتاجه لشويه كمان من البابريكا علشان اظبط درجه اللون بتاعه اهو. ما بنحطش كتير، يا دوب بحط علشان خاطر اظبط لك اللون اهو. استاذه سهام صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا هومه. ازيك يا فندم، عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه وعيد امي سعيد. طيبه يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه، عشان بقى رجب اول رجب وعيد الام وكل حاجه، وكل كل سنه وحضرتك طيبة يا كل سنه وحضرتك طيبه اولا يا حبيبتي، وانت طيبه يا قمر يا رهومه. الله يخليكي، الله يخليكي يا جميله، اتفضلي يا فندم. بس قولي لي الاكله اللي انت لسه فاتحه دلوقتي، قولي لي الاكله اللي انت عاملاها دي. النهارده احنا عاملين الفراخ المقرمشه اللي هي الجاهزه اللي بناكلها بره، وعاملين أيوة أيوة. الرز عليك يا ريهان. الرز اللي بيتقدم جنبها بره، وعاملين سلطه الكول سلو بالاسرار بتاعتها. عملت الكول سلو بالاسرار بتاعتها وهعيدها لكم تاني. بقول لك ايه يا رهوما، الاعاده بتاعتك الساعه كام؟ الاعاده بتبقى ارجعي حضرتك للكنترول دلوقتي وهم هيقولوا لك. شكرا ليكي والاتصالك. انا فراخي دلوقتي اخذت النص سوا اهو بالشكل ده، هاخدها هنا وهقوم مصفيها في قلب المصف. انا عايزه اجيب الرز ده كده شويه ليه يا بنات، علشان خاطر ما يلزقش في قاع الحله لان النار هنا عاليه. عايزه اقلبه معلش تقليبه كمان، لان الرز ده من الحاجات اللي بتبقى حساسه جدا اهو بالشكل ده.
عبال ما اشيل الفراخ. ادي الفراخ بتاعتنا شلناها بالشكل الفله ده، واخده نص سوا. في المحلات بيبقى فيه حلل مخصوصه بتيجي من بره، وانت ما تعمليهاش طبعا في البيت لانها خطر عليكي جدا. بيسلقوا الفراخ في حله ضغط زي البريستو بس بتاعت زيت، بيبقى ليها تايمر بجرز وبتفتح لوحدها، فاوعي تقولي تجسفي وتعمليها في البيت وتقولي ده انا هاخد الفراخ واروح اعملها ومش هيحصل حاجه، لا اوعي تفكري انك تعمليها في البيت. ده الفرق ما بين الفراخ البروستد اللي بتتعمل في المحلات وما بين البيت. حتى لما تخشي تلاقي حلل كبيره قد كده بدراع عامله زي الفتيس بتاع العربيه. ايه رايك هنكمل مع بعض بقيه الصنف الجميل ده لما نروح فاصل ونرجع علشان نبتدي بقى نتبل الفراخ ونسقي الرز؟ كنا انا شلت المصفى السخنه دي. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مره تانية اهو مع الرز. يا دوب انا صفيت الفراخ وما رضيتش اكمل اي حاجه علشان اوريكم. وادي المرق، لا دي سخنه، لحظه واحده. هنجيب اهو، هجيب ده كده وهقوم ماسكه كده بسم الله، ونحط بيون الميه الشوربه عفوا. بصي بقى درجه اللون اهي، دي درجة اللون بتاعة الرز اللي هي زي الجاهزة اللي بنجيبها من المحلات اهو. اهلا وسهلا استاذة هالة واهل المحلة المحترمين الغاليين. اهلا اهلا وسهلا، صباحنا صباحنا فل وعسل ابيض على الحلوين الطعمين. صباح الفل يا شيف، صباح الفل. الله يخليكي، اموريني. الله يخليكي، الامر لله. انا عايزه اشترك معاكم في عيد الام ان شاء الله. يلا قولي لنا وسيبي رقمك وتليفونك. خلاص اوكي ان شاء الله. هتطبخي اكل ايه النهارده؟ نعم، هتطبخي اكل ايه النهارده؟ هعمل رز معمر. الله الله، الاكله اللي انت عاملاها. طيب ماشي وانا موافقه. تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه والله. الله يخليكي يا حبيبتي، تعيشيلي تعيشيلي يا امراي. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، ارجع لي الكنترول وهم هيكونوا معاكي حالا. اتفضلي. هاجي هنا بقى واجيب الفراخ احطها هنا كده بعد ما اتصفت، وتيتو هيقطع عليها دلوقتي حالا. تعالي بقى بصي هنعمل ايه. عايزه اتبلها، هنتبلها بكالاتي. هنحط شويه من الهريسه بالشكل ده اهو، وهنحط ثوم مهروس، وهنحط شويه ملح بالشكل ده، هنحط شويه من بهارات الفراخ، وهنحط شويه من الفلفل الاسود ومش كتير، وهاخد كل الكلام ده كده واقوم دعكاه حلو كده. بصي اهو الهريسه هتخليها لك سبايسي، لو مش عايزه تحطي هريسه ممكن تعملي الفلفل ده بس حلو، هاتي فلفل احمر واضربيه واعمليه كده هيطلع حلو قوي. اعمليه بنفس طريقه الهريسه مع شوية توم وشوية زيت زيتون هيبقى زي الفل. خلاص تعالي بقى نشوف الدقيق ده هنعمل فيه ايه. حطينا احنا الدقيق وبهرناه بالشكل ده، هحطه كده هنا في بولة، وهحط كمان معاه ايه، هحط معاه شوية من النشا علشان تبقى مقرمشة. النشا من الحاجات اللي بتدي قرمشة حلوة. خلاص تعالي نقلب كده. شايفه لون التتبيل عامل ازاي؟ يجنن. طيب هنيجي هنا، ادي اللبن، هنحط معاه البيض بالشكل ده. يا ريت يا ليسي تدخلي بعد اذنك بولات. اهلا وسهلا استاذه زينب واهل اسكندريه الغاليين عليا. اهلا يا فندم بحضرتك. كل سنه وانت طيبه يا قمر. حضرتك طيبه يا فندم. اموريني يا غاليه.
كنت عايزة أقول لوالدي اللي كان نفسي يكون عايش عشان أقول أشكره. الله يرحمه ويحسن إليه يا حبيبتي. هو عيد أم. عيد برضه زي ما الأم تعبت الأب تعب أكتر. إيه رأيك بقى إن أنا بحب أسميه عيد الأسرة؟ لأن الأب غالي وعلى راسنا من فوق زيه زي ماما بالظبط. اتفضلي اتفضلي يا فندم. أنا بشكره لأن هو تعب معانا جدا، كنت أتمنى إن هو يعيش يكون عايش عشان يسمعني أنا أكتر واحدة، لأن هو تعب معانا يعني هو اللي ربانا بمعنى صح. مامتي عايشة أو كل حاجة بس كانت تعبانة فما تخلاش عننا زي أي أب يا حبيبي. بالعكس عاش معانا وهو اللي ربانا وهو اللي حمانا وهو اللي بأكلنا ويشربنا ويعمل لنا أكلنا وودينا مدارسنا وكل حاجة هو اللي كان بيعملها زي الأم بالظبط. هي حبيبي. كانت راقدة وهو اللي كان وهو اللي كان اللي قايم بينا كلنا. أيوه أيوه لحد ما كبرنا. الله يرحمه حبيبة قلبي ويحسن إليه يا حبيبتي. أنا يعني مبسوطة بمكالمتك دي جدا 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 وبتشرفيني وتنوريني في قلب البرنامج يا حبيبتي، وربنا يا رب يرحمه ويجعله كده في أعلى عليين إن شاء الله. طيب إحنا حطينا دلوقتي شوية بقسماط على الذرة المجروشة دي، والذرة المجروشة لما تجيبيها ما تجيبيهاش بسكر عشان السكر بيحرق الزيت، تجيبيها سادة. خلاص؟ تعالي نشوف كده هنعمل إيه. هنيجي هنا عاوز نجيب البولة دي علشان نعمل قبل ما احط ايدي فيه بقى وقلي نعمل هنا ايه الصوص اللي احنا هنستخدمه. الا وهو والصوصيرة كمان هنحط ادي السويت شيلي بالشكل ده، ومع السويت شيلي هنزل بالباربيكيو صوص. ادي الباربيكيو صوص اهو شايفينه لونه عامل ازاي، مش كاتشب اهو. هقوم نازلة بيه هنا كده، وهاجي كمان نازلة بالكاتشب بالشكل ده كده. خلاص، وهاخد الثلاث حاجات دول واقوم مقلباهم كده مع بعض هنا بالشكل ده. عفوا صوت ماشي اوكي كده وكده، وهنقلب دول كده مع بعض. طيب ويا ريت يا ريت الصوصيرة بعد اذنك. هاجي هنا واقوم عامله كالاتي، هنجيب البوله دي كده وبعدين هعمل فيها كالاتي. هعمل البقسماط في بوله كمان، ليه بقى؟ علشان لما تتبلي تعرفي تمسكيها حلو كده، لما هنعمل كده زي البانيه الخلطه هتنط من الطبق، فانا عايزه احطها في بولة بالشكل ده. خلاص؟ طيب بعد كده طبعا مستني برضو تليفوناتكم، مش عايزاها تسكت، اللي عايز يشترك معانا احنا بنرحب بيه واهلا وسهلا، سواء تبعتولنا على القناة او مع ارقام التليفون او على الفيسبوك. تبلنا بالشكل ده كده، عندنا هنا برضو بصل بودرة على توم بودرة هحطهم بالشكل ده وبقلب. بعدين هنيجي نجيب بولة كمان. التتبيل في البولات بيكون أسهل كتير. هنحط هنا شوية البيض واللبن بالشكل ده، وبعدين هنقوم جايين نازلين بالفراخ دي. فين بقى؟ هنا هو في الدقيق أهو. الأول نزلت بيها في الدقيق بالشكل ده، هقوم جاية وعاملة كالآتي. هاخد الكلام ده كده كله واقوم ايه متبلة. شايفة التتبيل كده اسهل ازاي؟ الحيطة بتاعت الطبق عالية وفي نفس الوقت تخلي الدنيا منظمة وزي الفل اهو. عملنا كده، هاجي هنا واقوم عاملة كالآتي. تعالي نشوف هنعمل ايه. اهو عملنا كده، هقوم واخده الفراخ ونازله بيها هنا في البيض واللبن. استاذه هدى اهلا وسهلا يا استاذه هدى، صباح الفل. الو يا استاذه هدى،
ايوه اهلا وسهلا يا فندم، صباح الفل. كل سنه وانت طيبه يا شيخ. وانت طيبه يا غاليه يا قمر، الله يكرمك. عايزه سؤالين بس لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. عايزه تخليل البصل، وهل الكروبش حلو للسكر؟ الايه؟ ايه اللي حلو للسكر؟ الكرفس طبعا. مفيش حاجه طبيعيه مش حلوه للسكر. الكابوتش. طب الكابوتش. ايوه الكابوتش حلوه طبعا، لانها كلها فايبرز يا حبيبتي، كلها الياف. يعني ايه دي بتنزل السكر يا شيف؟ لا مش بتنزل السكر، يعني حلوه بتملى فراغ البطن. بس ما بتنزلش السكر. لا 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 ماشي. كل سنه طيبه. شكرا ليكي حبيبتي لاتصالك. طيب تبلنا كده، هقوم جايه هنا ونازله. فين نازله؟ مع المقرمشات بالشكل ده. طمني بقى ان هي اخدت البيض مع اللبن كويس قوي وشربت. وتعالي نقوم نازلين هنا بالشكل ده كده اهو، وهتشوفي الشكل هيبقى عامل ازاي. قومي اعمليها لولادك عبال ما يجوا من المدرسه، هيزيطوا ويهيصوا اهو بالشكل ده كده. هنشيل ده عشان تبقى دنيتنا كده رايقه ونظيفه وزي الفل. وتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض. عايزه بس انا تشك على الرز. ما شاء الله تيتو هتقطع معايا كده على الرز. طيب لا ما انا هفتح اهو. بص بقى الجمال، هتيجي تقلبيه ضروري اهو. بصي بالشكل ده كده، وتسيبيه على النار يتشرب معاكي حلو قوي أهو. خلاص وهنغطي عليه. هنشيل دي كده من هنا علشان نبتدي نعرف نشتغل في بقية الحاجات بقى اللي احنا هنقليها دلوقتي ونشوف احلى شغل. تعالوا بس نروق كده الدنيا، عشان انا بحب ايه مطبخي يبقى مرتب ومنظم ونضيف وزي الفل. اهلا وسهلا استاذة فايزة، صباحنا فل. يا ريت يا ريت حضرتك توطي التلفزيون بعد اذنك وتسمعينا من التليفون. استاذة فايزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عايزه اسال على اكل المكرونه بالبشاميل. خشي بقى على قناه النهار واكتبي المكرونه وصفه مكرونه بالبشاميل التعليميه الف هنا، هتشوفي الحلقه من طقطق لسلام عليكم اللي هي الجزئيه التعليميه للبشاميل. وقولي لي عملتي ايه لما تعمليها يا فايزه. نعم ماشي حبيبه قلبي. ماشي شكرا. عفوا ليكي حبيبتي، شكرا ليكي ولاتصالك، نورتيني. طيب هنيجي هنا. بصي بقى انا بعمل وبضغط ازاي. عارفين بقى كمان لما بتسقع هتديكي نتيجه احلى واحلى. وبعدين استاذه منى ازيك يا استاذه هاله، صباحنا فل وعسل ابيض. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا غاليه قمره. اول مره اعمل مداخله في حياتي. يا رب وما تبقاش اخر مره واسمع صوتك دايما. حبيبتي انا عندي بنتين مدرسين وبشتغل في مساعده كبار السن بقالي 25 سنه. وكافحت عليهم كفاح رهيب جدا. ما شاء الله. وعايزه اشترك في عيد الام. وماله، ده احنا لينا الشرف. ابعتي حضرتك دلوقتي على طول على الكنترول روم. حبيبتي يا استاذه هاله كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا غاليه، تعيشي تعيشي. شكرا ليكي لاتصالك. الله يخليكي، الف سلام الف سلامه يا حبيبتي. طبعا الكلام ده بقى كده لما بيسقع كمان بيدي نتيجه احلى واحلى. انا هبتدي احط كده وارص. بصي جمال، شايفه شكلها اهو، هتطلع زي الجاهزه واحلى. وكفايه بقى ان انت كمان عارفه الفراخ بتاعتك المغسوله النظيفه اللي زي الفل، والتتبيله والطعم اللي ولادك بيحبوه. يعني بيحبوا زعتر فيها، حط لهم زعتر هيبقوا مبسوطين بيها جدا اهو. بصي الجمال، بنحط كده ونضغط. والرز طبعا اهو، وكل سلوف التلاجه. معانا مين على التليفون؟ دكتوره منى من المنيا. صباح الفل والهنا يا فندم. صباح الخير يا استاذه ريهام. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا غاليه. حضرتك الوحيده اللي عامله هيجينك وانتي بتشتغلي. الله يخليك. مرياله، مغطيه شعرك، مشمره كمك، حاجتك نظيفه، انتي مثال الشيف المحترم اللي الواحد يتفرج عليه وهو يعني انترستنج فعلا. الله يخليكي، ده من ذوق حضرتك يا فندم.
حضرتك قدوه لاي شيف تاني بيشتغل، المفروض نشتغل كده لان اولادنا الصغيرين لازم يطلعوا يخشوا زي ما كنا بنخش زمان المطبخ مع امهاتنا. أيوة. ياسين مرياله لازم يخشوا المطبخ في حاجات كده يعني مش شراشيب وكمام طويله وحلقان وخواتم. انا بقول لحضرتك تسلم ايديك. تسلمي تسلمي، دي شهاده على راسي من فوق. انت ممتازه يا دكتوره. تعيشي 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 يا فندم تعيشي. انا متشكره لحضرتك جدا. وأستاذ حضرتك فكريه بالنجس لان احفادي عايزينها وانا طبعا فيري بيزي. لو سمحتي قولها لي بسرعه بس بعد ما اقفل لو تكرر. عين العين دي قبل العين دي. تسلمي يا حبيبتي. عيني يا فندم. تؤمري تؤمري. الله يخليكي. عفوا اتفضلي. النجس ها ابتدي. بصي بقى الناجتس حبيبه قلبي يا دكتوره منى، بتعمليها كالاتي: بتجيبي الفراخ تغسليها صدور مخليه مع وراك مخليه وبتتفرم كويس. خلاص بعد لما بتتفرم كويس ممكن تفرمي معاها كمان بطاطسايه صغيره خالص كده، وتتبلي ببصل بودره وبتوم بودره، ما تحطيش فيها حاجات تنزل ليكويد اي سوائل لان السوائل هيخليها تفك. وبعد كده بتعمليها بالشيبس بتاعتك اللي هي الاشكال القطعات، وبعدين بنعملها في الدقيق وندخلها الفريزر تسقع. بعد كده بقوم واخداها حطاها في البيض واللبن مع ملح وفلفل مربوب كويس قوي، واشيلها احطها في المقرمشات اللي زي كده، وبعدين احطها في التلاجة تسقع، وبعد كده تحمريها وصحتين وهنا على احلى احفاد في الدنيا كلها. ايه رأي حضراتكم عبال ما الفراخ دي تتحمر كده؟ نروح فاصل ولا خلينا معاكوا اكتر علشان لو عايزين تتصلوا بينا؟ انا لو عليا والله مش عايزه اخد الفاصل خالص وابقى معاكوا، خليكوا كده معايا شويه. طيب هنطلع فاصل صغير جدا تكون الفراخ دي اتحمرت. شايفين باخدت اللون عامله ازاي اهي، علشان لو رجعت ولقيتوني طلعتها هبقى مضطره علشان ما تتحرقش. هنروح فاصل صغير ونرجع ومستنيه تليفوناتكم لاخر دقيقه في البرنامج. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الفراخ المقرمشة الجميلة اللي طلعتها هي من الزيت وجبت الكول سلو من قلب التلاجة بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا الاول واقوم حاطة الصوص هنا اهو اللي هو اللي بيتحط على الفراخ بالشكل ده. استاذه مروه من الجيزه. نوره استاذه نوره، صباح الفل. صباح النور، ازيك يا جميله؟ الحمد لله تمام. طيب قولي. انا بصي انا اول مره اتابعك النهارده بس بصراحه اول ما شفتك حبيتك بصراحه. خدي بوسه اهي. تعيشي. قولي يا مر يا حبيبه قلبي. قولي يا مروه. انا كنت عايزه مامتي تطلع معاكي في المسابقه. وماله، سيبي رقم التليفون على الكنترول روم حالا. تمام حالا، وماما تيجي وتنورنا وتشرفنا وتقول لنا قصه كفاحها الجميله. ميرسي، ربنا يخليك. اهلا وسهلا، تشرفينا وتانسينا في احلى برنامج. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. طب هنيجي هنا دلوقتي وهاجي اجيب الكلينكس كده وهنشيل الكريمه الزياده دي. طب احنا ممكن نعمل حاجة تانية معلش. طبعا سيئة. طيب هاجي هنا وهجيب البولة دي وهحط فيها الكوليسترول بتاعنا. بس ايه اظبط حاجة بعد اذنك. هاجي هنا وهجيب المقصوصه دي كده. بص على الفراخ، هو الفراخ خلصت اهي، وهقوم واخده
ايه الكول سلو، حطاه بالشكل ده اهو، وبعدين هقوم جايه وحاطه له الورده بتاعته كده بالشكل ده. طبعا اتفقنا مع بعض ان العين بتشوف قبل لما الواحد بياكل اهو بالشكل ده. التليفونات بتاعتنا مفتوحه لاخر وقت اهو. هناخد الطبق بتاعنا ونحطه هنا بتاع كول سلو، هنطفي هنا النار ونجيب الرز نحطه في الطبق ده وتعالي نغرفه سوا اهو. هنا طبعا اشيل بس الفراخ دي كده ونجيبها هنا كمان مع اختها، وسبايسي وجميله وتفتح النفس. وهقوم جايه حاطه الرز، شايفه جميل ازاي، والفراخ بتاعته اهي على الوش زي الفل اهو. لاخر حبايه، ولا في حاجه لازقه ولا حاجه معجنه ولا اي حاجه، وادي الفراخ. جربوا الرز ده بالطريقه دي، هتلاقوها زي بتاعه المحلات الجاهز بالظبط اهو. وبعدين هعمل ايه؟ هاجي هنا واقوم جايه واخده شويه من الصوص ده اهو، ناخد شويه من هنا كده، وهنقوم حاطينهم اهو. عارفينه اللي بتجيبوه، ها؟ عارفينه صح؟ اهو ادي الصوص بتاعنا الجميل بتاع الفراخ اللي الاطفال بتحبه. هنزود لو احنا عايزين، براحتنا جدا، مفيش اي مشكل. تعالي بقى نحط كمان الفراخ، ادي الرز اهو، وتعالي بقى نحط الفراخ بتاعتنا الجميله دي. تعالي نشوف هنحطها ازاي. هنجيب شويه كده من المقرمشات دي ونقوم حاطين الفراخ بتاعتنا الجميله اللي اطفالنا بيحبوها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نروح نجيب بقيتهم، ابعتوا لنا برضو، انا مستنيه على صفحه قناه النهار او على الفيسبوك، ابعتوا لي، ابعتوا للقناه، ابعتوا في اي حته. الف هنا علشان نكون مع حضراتكم وتيجوا تشرفوني هنا وتنوروني في قلب البرنامج. ويا ريت بالمره كمان تقولوا لي اليوم ده نفسكم تاكلوا فيه ايه، اللي عايز يجي نفسه ياكل ايه يومها، عشان لما هيشرفني وينورني لازم اضيفه، عشان هو هيبقى تحت ضيافتي وهيشرفني وينورني في البرنامج. خلاص طيب، هناخد الكلام ده كده كله اهو، وهقوم واخده شويه من المقرمشات كده على جنب، وهقوم واخده الطبق ورايحه حطاه على السفره بتاعتنا، عشان كالعاده وقتنا دايما بيجري تكلم تكلم زي ما بيقولوا. اشوف وشكم بخير في حلقه جديده من الف هنا بعد الاكل الجميل النهارده اللي احنا عملناه. يا رب يكون كده نال اعجاب حضراتكم وتكونوا اتبسطتوا في الوقت البسيط اللي احنا بنكون فيه مع بعض. اشوف وشكم بخير وحلقه جديده من الف هنا. شكرا ليكم والسلام عليكم.